السلام عليكم. ونكمل محاضرة المسلز، هنتكلم ان شاء الله في الفيديو ده عن الفور ارم. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي عدى عن الشولدر اللي قسمناه لثلاث مناطق، من قدام ومن ورا ومن على الجنب، وكمان اتكلمنا عن الارم. بس في حاجة عايزين نزودها في حتة الارم. اخر عضلة قلناها في الارم اللي كانت بتبقى من ورا هي عضلة ايه؟ الترايسبس. التراي كنا بنقول تراي تري. طب معلش ممكن ازود لكم حاجة؟ تراياد. تراي تري تراياد. تراي عشان هي ترايسبس، تري عشان التي بتاع ترايسبس، الار راديال نيرف، الاي اكستنشن على مستوى الالبو جوينت، وعاملين اي بتاعت اكستنشن مع الاي بتاعت الالبو جوينت، لان مهم جدا. ما احنا ممكن يسالونا مثلا الترايسبس بيعمل اكستنشن على مستوى الشولدر جوينت ولا الالبو جوينت ولا على مستوى الريست ولا ايه بالظبط. فاحنا لا نعرف ان بيعمل اكستنشن على مستوى الالبو جوينت. الترايسبس دي من تحت رايحه ناحيه الالبو. طيب وترياد بقى علشان ايه؟ دي في حاجه انا كنت ناسياها، ان كمان الترايسبس بتعمل ادكشن اوف ذا ارم ات شولدر جوينت. يعني هي بتشتغل زي البايسبس ما بيشتغل على مستوى الشولدر جوينت والالبو جوينت. الترايسبس نفس الكلام بالظبط كده، البايسبس كان بيعمل فليكشن على مستوى الالبو جوينت والشولدر جوينت، الترايسبس بتعمل اكستنشن على مستوى الالبو جوينت وادكشن على مستوى الشولدر جوينت. وافتكروا اكستنشن معاها ايه؟ يبقى الالبو جوينت ايه؟ في ايه. تمام، دي الحاجة اللي كنا عايزين بس نزودها في حتة الارم. تعالوا بقى نشوف يعني السكيمة بتاعت الفور ارم. الفور ارم احنا هنتكلم عن الفرونت والباك. انا قلت نقسمهم لفيديوهين افضل، يعني ما قلتش الفور ارم والهاند مع بعض عشان ما تحسوش ان الفيديو طول، لان الفيديو اللي عدى حسيت ممكن يكون طول شوية. فلأ ده هنقسمه ان شاء الله فيديو للفور ارم، واخر فيديو ان شاء الله في العضلات بقى هو الهاند والتلاتة نيرفز المهمين اللي عايزين نتكلم عنهم. فاحنا هنا قسمنا الفور ارم، قلنا لايه؟ لفرونت، فرونت اوف فور ارم، والباك of forearm. والفور ارم من قدام هنتكلم عن عضلات بتكون موجوده superficial وعضلات بتكون موجوده ديب، والباك اوف ذا فور ارم برده حاجات superficial وحاجات ديب. هنا عندنا 5 3 7 5. بصوا بقى بالنسبه للفور ارم التقسيمه مختلفه ليه؟ لان احنا في الفور ارم كل اللي هيهمنا نبقى عارفين اول حرف وبعدين باقي العضله نشوف هنحفظها ازاي. هقول لكم بالراحه، اصل الفكره ان عضلات الفور ارم بتتسمى حسب الاكشن بتاعها. فانا معنى اني اعرف اسم العضله انا كده عرفت اسمها وكمان الاكشن بتاعها. يبقى اول حاجه لازم اعرف الاسم بتاعها. تاني حاجه الترتيب، الترتيب بتاع العضلات مهم جدا في الفور ارم. دايما هنتكلم من لاترال لغايه ميديال. دايما هنتكلم من فين؟ يعني دايما هقول لكم ترتيب العضلات من لاترال لميديال. نعرف اللاترال منين في الفور ارم؟ من عند الثمب. الثمب ده لاترال صح كده، اما الصابع اللي بنعمل بيه لايك ده لاترال، اما الصابع الصغير اللي هو الليرو فينجر الصغير لا ده ميديال. تمام، فاحنا دايما ترتيب العضلات اللي هنقوله هيكون ماشي من لاترال لميديال. طيب فاحنا عندنا السوبرفيشال بقى، انتوا زهقتوا صح؟ انا حاسه كده. فانتوا بتقولوا لي بوف 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 بوف. تمام، بوف بي اف وبوف بي اف بي اف بي اف اف، وكل بي في السوبرفيشال هو برونيتور، وكل اف هو فليكسور. كل بي فهو برونيتور وكل اف فهو ايه؟ فليكسور. طيب يبقى بوف بوف. فانا بقول لكم ايه؟ دايما في السوبرفيشال انتوا اللي هتكونوا بتتكلموا انتوا، تمام، لكن في الديب انا اللي هتكون انا اللي هكون بتكلم، يعني انا اللي هرد عليكم. فانت في السوبرفيشال بتقولي لي ايه؟ بوف بوف تعبتوا. فانا بقول لكم هي المحاضرات دي كده فلفل برو، فلفل برو. المحاضرات دي مالها؟ فلفل يعني حراقه يعني شديده شويه، فلفل برو. فانتوا هتقولوا لي يو بقى اي، يو بقى بي اي، بدايتنا بي واخرنا ايه، وخمسه اي في النص. كل اي في الباك فهي اكستنسور، وكل اف في الفرونت فهي فليكسور، كل اف في الفرونت فليكسور، كل اي في الباك اكستنسور. تمام، الفور ارم كل اف في الفرونت فهي فليكسور، وكل اي فهي اكستنسور. طيب يبقى ده بالنسبه يو بقى. فانا بقول لكم ايه؟ اصبروا هبدا ايه، مش انتوا بس اللي هتقولوا لي ايه، انا كمان هقول لكم ايه اللي انا تعبت. يبقى ايه؟ اصبروا وهنبدا. اصبروا سباينيتور، سباينيتور عضله كده اسمها سباينيتور، وده اسهل اسم هتسمعوه النهارده يعني سباينيتور. وعضله ثانيه هبدا عشان اسمها ابدكتور، وهنكمل اسمها يعني لما نجي لها ابدكتور. وبعدين ايه؟ تمام، ده بس علشان تعرفوا ايه بداية الحروف وعندنا كم عضلة وكل حاجة. نبدأ أول حاجة بسم الله الفرونت اوف فور ارم، وزي ما اتفقنا هي مقدمة مكتوبة كل اف فهو فليكسور وكل بي فهو برونيتور. حلو، تعالوا نشوف الفرونت هو من فوق. ادي اهو أول عضلة معانا، هي احنا قلنا ايه؟ بوف بوف. تمام، بوف بوف اللي احنا بنتكلم في السوبرفيشال جروب أو كل بي فهي ايه؟ برونيتور. طيب تعالوا نشوف بقى أول برونيتور معانا. فانتوا
بعد ما سمعتوا الفيديو اللي عدى جايين تبكوا من الفيديو اللي عدى، وانا كاتبه ريكورد عشان اتعودت، بس انتوا جايين تبكوا من الفيديو اللي عدى، كتر خيركم كتر خيرنا كلنا بصراحه على الاسماء دي، هتيجي بالتكرار والله، يعني ان شاء الله هتيجي بالتكرار. فانتوا جايين ايه تبكوا يعني ايه تيرز دموع في اول عضله معانا لاترال في السوبرفيشال جروب لل anterior of forearm هي البرونيتور تيرز. احنا عندنا الفور ارم دلوقتي بنتكلم على الفرونت اوف فور ارم، هنتكلم عن عنوانين في الريكورد ده، الفرونت اوف فور ارم والباك اوف فور ارم. احنا بنتكلم دلوقتي فين؟ الفرونت اوف فور ارم، واتفقنا الفرونت اوف فور ارم عايزين نشوفه من فين ومن فين، سوبرفيشال وديب. فعندنا السوبرفيشال بوف بوف، الديب فلفل برو، السوبرفيشال اللي هم بوف بوف ادي بي اف بي اف اف. بس خلي بالنا الترتيب بقى، الترتيب احفظوه حسب ما انا كاتبه بالارقام هنا، 1 2 3 وبعدين 4 وبعدين 5، تمام؟ احفظوهم بالترتيب بتاع الارقام اللي كاتباها بالاحمر، لان في العملي كنا واخدينهم كده، عشان في العملي بقى لما هنيجي نشوفهم لازم نعد ونشوف دي العضله الكام عشان نعرفها. فاول بي معانا هي البرونيتور تيرز، لان انتوا جايين تبكوا من الفيديو اللي عدى، يبقى برونيتور تيرز، كل بي فهي برونيتور واول حاجه تبكوا. فبتقولوا لي ايه؟ نبكي بس، ما تنسوش في السوبرفيشال مين اللي بيتكلم؟ انتوا. فبتقولوا لي نبكي بس، ده احنا بنشع معلومات بتتخن، بنشع معلومات بتتخن. احنا اتفقنا اف يبقى فليكسور مش هنتعب فيها، كاربي جايه من كارب اللي هي كربوهيدرات دهون، يعني كربوهيدرات قصدي نشويات، يعني في حاجات بتتخن كاربي وبتتخن، لكن هي فعليا اصلا كاربي دي ايه يقصدوا بيها؟ اللي هي العضلات اللي عند الريست، يعني المنطقه اللي عند الريست دي، تمام؟ عشان كده حتى هنشوف ان هي بتشتغل على مستوى الريست اللي هي الفليكسور كاربي. طيب رادياليز جايه من رادييشنز، بنشع رادييشنز، كان في شعاع عمال يطلع. فانتوا بتقولوا لي نبكي بس، ده احنا بنشع معلومات بتتخن، بنشع رادياليز، تمام؟ ومعلومات بتتخن عشان كاربي، يبقى فليكسور كاربي رادياليز، دي تاني حاجه. فبتقولوا لي بتكملوا شكوات، ما انتوا جيتوا بتبكوا، وبعدين بتقولوا لي بداتوا تتفاهموا معايا بعد ما خلاص بطلتوا بقى بتتفاهموا معايا، بنشع معلومات بتتخن. بعدين بتقولوا لنا دماغنا طولت زي النخله من كتر المعلومات، عارفين توم وجيري لما كان يتضرب كده بالشكوشه على راسه وتقوم راسه مطلعه كده حته طالعه لفوق من الضربه، احنا بقى دماغنا هتعمل كده من المعلومات، يبقى دماغنا طولت زي النخله. دماغنا طول زي النخلة، شجر النخيل اسمه البالم، فهي بالماريز لونجس، لونجس عشان طولت، وبالماري عشان شجر النخيل، يبقى بالماريز لونجس دماغنا طولت زي النخلة، دي اللي هي ايه؟ بالماريز لونجس. طيب وهي اصلا البالم يقصدوا بيها ايه؟ يقصدوا بيها اللي هو بطن الايد، تمام؟ يبقى دي تالت عضلة معانا. بعدين الرابعة هي يا جماعة، الرابعة هي عشان مكتوب رقمها غلط، الرابعة هي الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز ديجيتورم، لان هي رايحة للفور ديجيتس، ملهاش دعوة بالثمب، اللي رايح للثمب بنقول عليه بوليشوس، لكن اللي رايح للديجيتس اللي هم الأربعة ديجيتس بنقول عليه ديجيتورم، احنا عندنا خمس صوابع، اللي رايح للثمب بتاع اللايك اسمه بوليشوس او بوليسيز، هي اصلا بوليسيز بس في سكاشن يعني بيقولوها بوليشوس، بس هي بوليسيز النطق الصح. اللي رايح بقى للديجيتس هم مين؟ الديجيتورم، يبقى فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز، وطبعا سوبرفيشياليز لان احنا بنتكلم في مين؟ في السوبرفيشياليز، وطالما في سوبرفيشياليز افتكروا ان هيبقى في واحده هتكون زيها ولكن بروفاندس يعني ديب، بروفاندس يعني ديب، يبقى فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز موجوده هنا، وهتلاقوا اختها في الديب هي الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، لما نروح لها ان شاء الله. دي اربع صوابع. خامس حاجه بقى هي الفليكسور كاربي النارز، زي ما كان في فليكسور كاربي رادياليز اخت الريدياس هي الالنا، اخت الريدياس هي الالنا، يبقى في فليكسور كاربي النارز، تمام؟ يبقى بالراحه كده اول حاجه لازم نعرفها هو الحرف الاولاني عشان نعرف كل بي هو برونيتور وكل اف هو فليكسور، يبقى بوف بوف بي اف بي اف اف. حلو، طيب نبدا نعرف بقى اللي جنب الحرف الاولاني جنب البي بتاعت البرونيتور، انتوا جايين تبكوا برونيتور تيرز، بعدين بداتوا تهدوا وتكلموني بتقولوا لي بينا بنشع معلومات بتتخن، فليكسور كارب رادياليز، كارب بتتخن رادياليز بنشع، قلت لي دماغنا طولت زي النخله، بالماريز لونجس، بالماريز عشان طولت يعني بقت زي النخله بالماريز، وطولت اللي هي لونجس، وبعدين بتقولوا ايه اللي هي ما قلتوش بقى خلاص، هي فليكسور ديجيتورم سوبرفيشالز عشان رقم اربعه واحنا عندنا اربع صوابع. طيب واخر حاجه بقى زي ما كان في رادياليز لازم يبقى في ايه؟ النارز، تمام؟ دول التوأم بتوعنا. طيب دول كده بالنسبه لاول حاجه اللي هم السوبرفيشال جروب. طيب كده عايزين نشوف بعدين الديب جروب، الديب جروب فلفل برو، فلفل برو اول اف اللي معانا هي فليكسور، فليكسور ايه؟ فليكسور
بوليسز لونجس، فليكسور بوليسز لونجس. انا هقول النطق الصح بتاعها، هما في السكاشن بيقولوها بيقولوها بوليسز، بس هي النطق الصح بوليسز، او ممكن يكون نطق لاتيني مش عارفه صراحه. المهم يعني اول عضله، وطبعا زي ما انتم عارفين الترتيب غلط، فاول عضله لاترال معانا هي مين؟ دي، لان الثمب هو اللي لاترال، فمنطقي جدا ان البوليشز تكون لاترال وبعدها هتكون الديجيتورم، صح كده؟ يعني هي بالمنطق حتى الفليكسور بوليسز لونجس هي الاولى ناحيه اللاترال، وبعدها على طول الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. طيب يبقى اول اف معانا فليكسور. طيب انتوا بقى لما لقيتوني طولت فبتقولوا لي ايه؟ او انا اللي هقول لكم، احنا في الديب، في الديب مين بيتكلم؟ انا في الديب، انا اللي بتكلم، فبقول لكم ما تقلقوش انا لو طولت عليكم في الفيديو البوليس هيجي لما اطول، البوليس هيجي لما اطول، بوليس عشان بوليسس تمام، فليكسور بوليسس لونجس، ولما اطول عشان لونجس، يبقى بوليس بوليسس واطول لونجس. وبعدين قلت لكم ايه؟ اصل احنا لازم ندخل في عمق الطب، عمق بروفاندس، عمق بروفاندس، وغير كده من غير ما نعلم الجمله دي خالص، احنا كده كده عارفين ان طالما كان في المجموعه السوبرفيشال فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز، لازم يكون في المجموعه الديب فليكسور ديجيتورم بروفاندس، بروفاندس يعني ديب. اوكي طيب نشوف بعدين اخر عضله معانا في الديب هي البرونيتور كوادريتس. برونيتور كوادريتس العضله دي مكانها بيكون موجود عند مكان ما بنحط الساعه بالظبط، مكان ما بنحط الساعه، فهتلاقوا البرونيتور كوادريتس كاني ببص في الساعه اتاكد ان انا طولت بجد. هو انا طولت يا جماعه؟ لا ده احنا يا دوبك لسه مخلصين الفرونت فور ارم كده، الفرونت فور ارم خلصوا، اللي هو اخر حاجه معانا كانت البرونيتور كوادريتس. البرونيتور كوادريتس بتتحط في ايدينا مكان ما الساعه موجوده، دي بالذات بقى هوريها لكم ان شاء الله يا رب الاقيها. بس طيب عايزين نشوفها البرونيتور كوادريتس، يعني انا هشاور لكم عليها، ممكن تكون مش موجوده. ادي تبقى هنا تقريبا كده، هنا تمام، وبتبقى موجودة من ناحية البالم، يعني ناحية الجزء الأبيض في الإيد، ماشي، بتبقى موجودة هنا، دي اللي هي مين؟ البرونيتور كوادريتس، وبتبقى واضحة جدا، يعني من أوضح الحاجات في العملي تقريبا هي البرونيتور كوادريتس دي. طيب كده الحمد لله، تعالوا نشوف اتكلمنا على إيه. اتكلمنا عن الخمسة سوبرفيشاليز، اللي هم الخمسة سوبرفيشال، يعني احنا بنتكلم في الفرونت اوف فور ارم، حلو، قلنا في سوبرفيشال وفي ديب. الخمسة سوبرفيشال مين اللي بيتكلم؟ انتوا اللي بتتكلموا في السوبرفيشال، فبتقولوا ايه؟ بوف بوف. اول بي معانا برونيتور، كل بي فهي برونيتور، برونيتور ايه؟ تيرز جايين بتبكوا. وبعدين بتقولوا لي ايه؟ بنشع معلومات. اف فهي فليكسور، بنشع كاربي رادياليس، حلو قوي. وزي ما في فليكسور كاربي رادياليس، افتكروا ان اخر واحده كانت فليكسور كاربي النارز، تمام. طيب وبعدين قلت لي دماغنا طول زي النخله، بالماريز لونجس. وبعدين الاربع اصابع دي رقم أربعة، رقم أربعة، فدي اللي هي فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز، ولاني في فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز، افتكروا ان هنا هنلاقي ايه؟ فليكسور ديجيتورم بروفاندس، فليكسور ديجيتورم بروفاندس. طيب وهنا الاولى بتاعت البوليس، بقول لكم لو طولت هجيب البوليس، فليكسور بوليسس لونجس، فليكسور بوليسس لونجس، وبعدين فليكسور ديجيتورم بروفاندس، واخر حاجه معانا هي البرو برونيتور كوادريتس. برونيتور كوادريتس منطقه الساعه، كاني لابسه ساعه مربعه كده عشان كوادريتس يعني مربعه. طيب كده الحمد لله اتكلمنا عنهم، عايزين نشوف الاكشن بتاعهم والنيرف. وما يعني من افضل الحاجات اللي موجوده في الفور ارم ان الاكشن هنعرفه من اسم العضله، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان النيرفز متجمعه، يعني ايه؟ يعني هتلاقوهم كلهم بيتغذوا من الميديال نيرف ما عدا عضله ونص من الالنر نيرف، كلهم من الميديال ما عدا عضله ونص، هنروح لها دلوقتي اهو. تعالوا الاول نشوف، وادي اهو كل اف فهو فليكسور وكل بي فهو برونيتور. وقاعده ثانيه بقى هقولها لكم عشان بما اننا داخلين على الاكشن، يعني ان اي حاجه فيها رادياليز هتعمل ابدكشن، واي حاجه فيها النارز هتعمل ادكشن. طب نعلمهم ازاي بقى؟ لان مهمه جدا الحته دي. قلنا هنضيف معلومه ونخلص، قلنا النارز هنضيف معلومة اللي هي adduction، يبقى قلنا هنضيف معلومة ونخلص، تمام، قلنا هنضيف معلومة ونخلص adduction مع النارز. لكن كل يعني اي اسم عضلة في رادياليس هيكون بيعمل abduction، واي اسم عضلة في النارز هيعمل abduction، تمام. وكل اف فهو فليكسور وكل بي فهو برونيتور، بما اننا احنا في الفرونت اوف ذا فور ارم. طيب تعالوا بقى نشوف الاكشن بتاعهم، هم مجمعينهم بيقولوا يا ترى مين بيعمل فليكسور؟ طبيعي اللي بيعمل فليكسور، كل حاجه فيها فليكسور. قالوا ايوه، بس في اللي بيعمل فليكسور على مستوى الديجيتس الاصابع بتاعتنا، وفي اللي بيعمل فليكشن على مستوى الريست. اي حاجه فيها كاربي اكيد هتكون على مستوى الريست، هي عظام الكاربي دي يعني هقول لكم عليها اهي، اللي هي الكاربال بونز. دي الكاربال بونز بتكون موجوده فين؟ هنا عند الريست، دي الكاربال، حلو، دي الكاربال بونز المفروض يعني. طيب تعالوا نشوف بقى نكمل، ادي الفليكسور، يبقى الفليكسور اللي هم مين؟
الديجيتال فليكسورز والريست فليكسورز، واتفقنا اي حاجه فليكسور هتبقى تبع الفليكسورز بس على مستوى الديجيتس ولا الريست، لو فيها كاربي هتكون على مستوى الريتس، لو فيها ديجيتورم هتكون على مستوى الديجيتس. بسيطه جدا. طيب تعالوا حاجه تانية، واتفقنا كل ما هو رادياليز ابدكشن، عشان كده الفليكسور كاربي رادياليز، زائد ان هي بتعمل فليكشن للريست بتعمل كمان ايه ابدكشن، واتفقنا كل ما هو النارز بيعمل ادكشن. حلو قوي، لان هي فليكسور فاكيد بتعمل برضو ريست فليكشن. تمام كده خلص، يعني هما من اسمهم باينين، بس في حاجه معلومه اضيفها لكم يعني اني انا لسه عارفه يعني زيكم، الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز بتعمل فليكشن للبروكسيمال فالانجيز، للبروكسيمال فالانجيز. احنا الفالانجيز عندنا متقسمه بروكسيمال وميدل وديستال، فالسوبرفيشياليز بتعمل للبروكسيمال، اما البروفاندس عميقه فتحب تروح للبعيد زيها للديستال فالانجيز. تمام، يبقى السوبرفيشياليز بتعمل فليكشن للديجيتس خاصه للبروكسيمال فالانجيز، اما البروفاندس بتعمل فليكشن للديجيتس خاصه لايه للديستال فالانجيز. تمام، طيب مين اللي هيعملوا برونيشنز؟ بسيط جدا، احنا كان عندنا ايه في بي، احنا صح قلنا كل ما هو بي بيعمل برونيتور بس ما عدا بي واحده، عارفين مين؟ بتاعت البالماريز، بتاعت البالماريز. لا دي بالماريز لونجس دي بتعمل فليكشن مش بتعمل برونيشن، هي اي نعم بي بس عشان بي بالماريز مش عشان بي برونيشن، فاهمين قصدي؟ طيب مين بقى كانوا البرونيتور؟ اول بي احنا اتفقنا بوف بوف بي اللي هي برونيتور تيرز، اهي برونيتور تيرز، حلو قوي. والبي اللي هي فلفل برو برونيتور كوادريتس، برونيتور كوادريتس والبرونيتور تيرز دي موجوده سوبرفيشال، البرونيتور كوادريتس ديب، نقولهم هنا سوبرفيشال، هنا ديب، كاربي رادياليز سوبرفيشال، النارز برضو سوبرفيشال. تمام، بس مش جنب بعض، يعني النارز كانت العظمه رقم 5 لكن الرادياليز كانت رقم 2. حلو، البرونيتور تيرز دي ايه؟ سوبرفيشال، دي اول واحده في السوبرفيشال، اول واحده لاترال، البرونيتور كوادريتس ديب. وبعدين في الفليكسور بوليسس لونجس، فليكسور بوليسس لونجس دي بتعمل فليكشن، طب ليه ما حطناهاش لا تبع الريست ولا تبع الديجيتال فليكسور؟ لان هي بوليسس، اتفقنا بوليسس يعني ثامب، معلش نحاول نحفظ، كاربي بتاعت الريست، ديجيتورم بتاعت الديجيتس، بوليسس يعني ثامب، بروفاندس يعني ديب. تمام، لان الحاجات دي اسميها هتسهل علينا ان احنا نعرف الاكشن، ففليكسور بوليسس لان دي لونجس بتشتغل على ايه؟ على الجوينت اوف ثامب. حلو، البلماريس لونجس دي اصلا ممكن تكون مش موجوده، بتساعد في الريست فليكشن. تمام، بتساعد في الريست فليكشن رغم ان هي بي، لكنها بتساعد في مين؟ في الريست فليكشن. تمام كده الحمد لله، الاكشن بتوع الايت ماسلز اوف فرونت اوف ذا فور ارم عرفناهم، النيرف سبلاي بسيط جدا، كفايه كده ولا نكمل؟ نكمل صح كده، نكمل ان يو ام، يو النر نيرف وام ميديال نيرف، الالنر نيرف هيدي 1.5، الميديال نيرف هيدي الباقي. هقول لكم مين النص دي، في عضله طماعه تحب تاخد من الالنر نيرف وتحب تاخد من الميديال نيرف، مين؟ الطب عميق يحب ياخد من كله، مين الطب العميق؟ هي البروفاندس فليكسور ديجيتورم بروفاندس، نصها بياخد من الالنر نيرف وكمان بياخد من او هي نفسها بتاخد جزء عصبي من الالنر نيرف وجزء من الميديال نيرف. تمام، ومين تاني من الالنر نيرف؟ يعني عيب قوي قوي في حق الفليكسور كاربي النارز ان هي تبقى النارز وتروح تاخد من الميديال نيرف، دي هي اسمها فليكسور كاربي النارز، لازم نديها من مين؟ من الالنر نيرف، صح كده؟ يبقى فليكسور كاربي النارز هتاخد من الالنر نيرف، ومين الطب العميق اللي يحب ياخد من كل الطب العميق ده؟ يحب ياخد من الالنر نيرف ويحب ياخد كمان من مين؟ من الميديال نيرف. طيب ايه الباقيين بقى؟ تعالوا نقول الباقيين، ادي الباقيين اهم، ادي ناخدهم بالترتيب كده، برونيتور تيريز اول واحده في السوبرفيشال، بعدين كاربي رادياليس اللي بيشع، طيب ثالث حاجه بالماريس لونجس، رابع حاجه ديجيتورم سوبرفيشاليس، خامس حاجه كانت النارس هتاخد من الالنر نيرف. تعالوا نشوف الديب، اول حاجه في الديب هجيب البوليس بوليسس لونجس، والثانيه اللي هي ديجيتورم بروفاندس، اللاترال هاف بتاعها هياخد من هنا. على فكره يعني ما تتلخبطوش الميديال هاف من اللاترال هاف، ليه؟ اقول لكم هي الالنا دي موجوده ميديال ولا لاترال؟ ميديال، فطبيعي الالنر نيرف هيدي الميديال هاف بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، صح كده؟ يعني بالمنطق حتى. طيب وبعدين رقم 3 البرونيتور كوادريتس بتاعت الديب. كده الحمد لله اتكلمنا عن اول عضلات، اول عنوان معانا اللي هو الفرونت اوف ذا فور ارم. تعالوا بقى نشوف الباك اوف ذا فور ارم، الباك اوف ذا فور ارم برده فيه سوبرفيشال جروب وبرده فيه ديب جروب، السوبرفيشال جروب اول حرف فيهم يو بقى، اي يو بقى اللي هي بي وايه بدايه
بدايتنا بي ونهايتنا ايه في النص احشي ايه، وكل ايه فهو اكس تنسور، كل ايه فهو اكس تنسور، عكس الفرونت، الفرونت كان كل اف فهو فليكسور، الباك كل ايه فهو اكس تنسور. حلو، تعالوا بقى نشوف هنحفظهم ازاي. اول حاجه معانا بسم الله البريك يوراديالز، بريك يوراديالز دي بتكون ايه يعني قصير، اللي هو بتكون زي دايره قصيره، يا هقول لكم اقصد بها ايه يعني قصير، دي بريكيو رادياليز ان هي دايره وقصيره. فهنيجي بعدين انا معلمه عشان بريكيو يعني ان بي في حاجه صغيره كده، دايرتين صغيرين بتوع البي يعني. وبعدين هنروح للرادياليز شعاع طويل، شعاع طويل في الرادياليز اي اكستنسور كاربي رادياليز لونجست، تمام. وبعدين اختها اكستنسور كاربي رادياليز بريفز قصير، لونجست يعني طويل، بريفز يعني قصير، سوبرفيشيال السطحي، بروفاندس عميق، كاربي بتاع الريست، بوليساس بتاع مين الثمب. ماشي، نفتكر الحاجات دي. يبقى اكستنسور كاربي رادياليس لونجس دي شعاع طويل، وبعدها شعاع قصير اكستنسور كاربي رادياليس بريفز. حلو، طيب وهنا برضو في بريك يوراديالز بس هنا قصير، انا كنت معلمها عشان تبقى ادي قصير طويل قصير قصير طويل قصير قصير عشان بي دايره، فهو مش شعاع هي دايره بس قصدي يعني حاجه صغيره كده. فبريك يوراديالز اول واحده بريك يوراديالز حاسها سهل قوي، البريك يوراديالز يعني ما نتلخبطش فيها، مش محل لخبطه يعني. اما الاكستنسور كارب رادياليس لونجس اهي طويله، وبعدين نرجع للقصير اكستنسور كارب رادياليس بريفز. حلو، نكمل بعدين اكستنسور ديجيتورم رقم 4، كل ما هو رقم 4 في السوبرفيشيالز بيكون ديجيتورم، تمام. كل ما هو رقم 4 في السوبرفيشيال سواء فرونت اوف فور ارم او باك اوف فور ارم بيكون ديجيتورم. يعني مثلا العضله رقم 4 في الفرونت اوف فور ارم كانت ايه؟ بوف بوف، يبقى هي كانت حرف الاف، وكل ما هو اف فليكسور، وطالما هي رقم 4 يبقى ديجيتورم وسوبرفيشيالز، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشيالز. هنا نفس الكلام عندي اكستنسور ديجيتورم بس ما قلتش سوبرفيشيالز بقى ولاني ما فيش منها بروفاندس فانا ما قلتش سوبرفيشيالز، تمام. يبقى دي ايه اكستنسور ديجيتورم. طيب رقم 5 بقى، رقم 5 معانا هي اكستنسور ديجيتي مينيمي او مينيمي ديجيتي، هي في العملي خدناها اكستنسور ديجيتي مينيمي، الصبع الصغير ده الليرو فينجر ده اسمه ديجيتي مينيمي. هو ده رقم كام؟ ده رقم 5. لما بنعد الصوابع الثمب بالنسبه لنا رقم 1، والاندكس رقم 2، والميدل هو رقم 3، والرينج فينجر هو رقم 4، والليرو فينجر هو رقم 5. فرقم 5 هيبقى اكيد هو العضله رقم 5 اكستنسور ديجيتي مينيمي، مترتبين صح في الباك اوف ذا فور ارم، مترتبين حسب وجودهم يعني من لاترال لميديال. طيب وبعد الاكستنسور ديجيتي مينيمي الراديوس بقى عايزه ترد على الكاربي رادياليس، اصل احنا عمالين نقول اكستنسور كاربي رادياليس لونجس واكستنسور كاربي رادياليس بريفز، الالناريس هتسكت؟ ابدا، اكستنسور كاربي الناريس ترد، دي واحده من الالناريس باتنين من الرادياليس، اصل الالنا كرامتها اهم حاجه. انتوا شفتوا هناك العضله اللي هي الفليكسور كاربي الناريس خدت النار نيرف مخصوص ليها، ما بالكم بقى الاكستنسور كاربي الناريس اخت الفليكسور كاربي الناريس برضو لازم ترد على الاثنين كاربي رادياليس سواء لونجس او بريفز، صح كده. واخر واحده هي الانكونيوس، انكونيوس او انكونوس يعني هي المفروض انكونيوس، مش عارفه مكتوبه في انهي صح بقى هنا ولا في الباوربوينت بتاع العملي، بس هي انكونيوس، تمام. انكونيوس هي العضله السابعه بقى، لان احنا بنقول يو بقى في اول بي معانا كانت مين؟ اول بي كانت اللي هي البريكيو رادياليز. طيب وبعدين قلنا ايه؟ شعاع طويل، شعاع طويل اللي هو مين؟ اكستنسور كاربي رادياليز لونجس، شعاع قصير اكستنسور كاربي رادياليز بريفز. وبعدين قلنا رقم 4 كل ما هو 4 في السوبرفيشيال ديجيتورم اكستنسور ديجيتورم اكستنسور ديجيتورم، طب حلو قوي. وبعدين رقم 5، رقم 5 كان الصابع الصغير اكستنسور ديجيتي مينيمي. رقم 6 اكستنسور كاربي النارز، لسه فاكر رقم 6 بقى ان هو يرد على الاكستنسور كاربي رادياليز لونجس واكستنسور كاربي رادياليز بريفز، هنيجي في رقم 6 نرد اكستنسور كاربي النارس. واخر حاجه معانا هي مين؟ هي الانكونيوس، تمام كده. الحمد لله عرفنا اسامي السوبرفيشال، تعالوا نشوف الديب عشان بعدين نجمع الاكشن، وادي اهم موجودين كمان، هسيبها شويه كده بحيث لو حد عايز يشوفهم واكتبهم بالارقام عشان محدش يتلخبط. وطبعا الاصفر الفاتح هم السوبرفيشال، والبرتقاني هم الديب، ورقم 1 في الديب يعني هم الديب ما تشوفهمش لاني هنشوفهم دلوقتي اهو هناخدهم. طيب الديب بقى، اصبروا هبدا خلاص، اخر اخر اسكيما معانا هقولها خلاص، اصبروا ابدا
او اهو وبعدين ايه اصبر هبدأ ايه، مش انتوا بس اللي هتقولوا لي ايه، انا كمان هقول لكم ايه. اصبروا سوباينيتور، سوباينيتور عضلة اسمها سوباينيتور، حلو سوباينيتور. والعضلة التانية ابدأ ابدكتور بوليسز لونجس، ابدكتور بوليسز لونجس، ابدكتور بوليسز لونجس، تمام ابدكتور ابدا وبرده بوليسز بدا بي ولونجس، ابدكتور بوليسز لونجس. طيب وبعدين عندنا مين بقى؟ هقول لكم سواء البوليس قصر او البوليس طول انا هخلص وبشاور لكم بصبعي كده، عارفين الصبع اللي هو الاندكس ده لما حد يشاور بيه ويروح حد يقول اوعى ما تشاورليش بالصبع ده كده، فانا بقول لكم سواء البوليس قصر او طول انا هخلص. انتوا عايزين تطلبوا لي البوليس عشان طولت، فانا بقول لكم اصبروا اصبروا ابدا، وسواء البوليس قصر او طول انا هخلص. اصبروا سوباينيتور، ابدا ابدكتور وبوليسس لونجس، تمام. سواء البوليس قصر اكستنسور بوليسس بريفيس، بوليس اللي هو البوليسس بريفيس، وطول اكستنسور بوليسس لونجس. حلو قوي، بريفز ولونجس زي هناك برضو اللي هي في السوبرفيشال كان في بريفز ولونجس بس في الرادياليز، افتكروا ان اللونجس كانت قبل البريفز في الرادياليز، لكن هنا البريفز قبل اللونجس في البوليسز. واخر حاجه اللي هو رقم خمسة انا هخلص بقول لكم اكستنسور انديسز، انديسز عشان اندكس، لان العضله دي فعلا اول ما نشدها هنلاقي الاندكس بيتشد معانا، تمام. طبعا الرسم مش واضح خالص انا عارفه، بس على قد ما اقدر كده حاولت عشان تتعلموها اني ادي مشاوره بصبعي ده اللي هو الاندكس، السبابة تقريبا هو الاندكس، المهم يعني تقريبا يعني. طيب نشوف بقى بعدين ايه الاكشن بتاعهم، الاكشن اهم كل ما هو برضو ايه فهو اكستنسور. طيب ادي عندنا اول حاجة الاكستنسورز، تمام. احنا اول حاجة عندنا كم عضلة؟ 7 سوبرفيشال وخمسة ديب، كانوا 7 سوبرفيشال وخمسة ديب، والسبعة سوبرفيشال يبدأوا بالبي وينتهوا بالاي واحشي ايه في النص. طب والخمسة ديب اصبروا ابدأ سوباينيتور ابدأ وبعدين احشوا ايه، تمام. وطيب كنا معلمين بقى الاسم ازاي، واحد بريكيو رادياليس في السوبرفيشال وسبعة انكونيوس، دول سهلين. طيب رقم اتنين شعاع طويل بعدين شعاع قصير، رقم أربعة أربع صوابع، رقم خمسة الصبع الصغير، رقم ستة كاربي النارز لسه فاكر حالا يرد على الكاربي رادياليس لونجس وبريفز، ورقم سبعة الأنكونيوس. طب في الديب برجعهم لكم سريعا، في الديب السوباينيتور ايه ابدكتور بوليسس لونجس، تلاتة اكستنسور بوليسس بريفز زي ما في لونجس في بريفز. طيب وبس دي غيرها يعني، 3 اكستنسور بوليسس بريفيس وبعدين 4 هي الاكستنسور بوليسس لونجس، ورقم 5 بقى اكستنسور ايه انديسز. طيب تعالوا نشوف اكستنسور ده، احنا عندنا كام اكستنسور؟ 3، وادي عندنا كمان هنا 5، يعني عندنا في 8 اكستنسور. تعالوا نشوف ودهم فين، في اللي على مستوى الديجيتس، ايوه الديجيتورم اكستنسور ديجيتورم، واكيد بتاع الاندكس ما هو ده ديجيت برده اكستنسور انديسز، وبرده بتاع الصبع الصغير اكستنسور ديجيتي مينيمي. لو تفتكروا اكستنسور ديجيتورم كل ما هو ديجيتورم هو رقم أربعة في السوبرفيشال، فعلا ما دي العضلة رقم أربعة في السوبرفيشال. والإنديسز الإندكس ده كان رقم خمسة آخر عضلة قلناها في الفرنت في الفور أرم كله أصلا، هي مين؟ هي الإنديسز دي، لما بقول لكم خلاص هخلص وبعدين رفعت الصبع كده فدي الإكستنسور إنديسز، تمام. فدي ديب، دي ديب دي رقم خمسة في الديب، هي مكتوبة باللون البرتقالي يبقى دي ديب وهي رقم خمسة. طب اكستنسور ديجيتي مينيمي دي رقم خمسة بس في السوبرفيشال، حلو. طب بعدين بقى اللي هيعمله ريست اكستنسور، الريست يبقى عايزين كاربي، ما احنا عندنا في اكستنسور كاربي رادياليس لونجس سوبرفيشال، اكستنسور كاربي رادياليس بريفز برضو سوبرفيشال، اكستنسور كاربي النارس برضو سوبرفيشال، يبقى التلاتة دول سوبرفيشال. طب تعالوا نفتكر الترتيب بتاعهم، رادياليس لونجس دي رقم اتنين جت على طول بعد البريكيو رادياليس، رادياليس بريفز رقم تلاتة جت على طول بعد اللونجس. طيب والالنارز جت رقم ستة، رقم ستة قبل الانكونيوس على طول، وكل ما هو النارز كل ما هو النارز بيعمل ايه؟ ادكشن، كل ما هو النارز ادكشن، قلنا اضيف معلومة وخلص، قلنا اضيف معلومة وخلص. وكل ما هو رادياليس ابدكشن، كل ما هو رادياليز ابدكشن، حلو. ده كده بالنسبه للريست. طيب احنا كده قلنا ستة، احنا المفروض في عندنا كام؟ في اتنين المفروض اكستنسور تاني دلوقتي اهم جايين في الصمب، اصل الصمب كان برضو رايح له اتنين اكستنسور بوليسس بريفيس واكستنسور بوليسس لونجس، حلو. كمان رايح له واحدة تالتة بس كانت بتعمل ابدكشن، دي اللي هي اما بقول لكم اصبروا وانا هبدا، دي اللي هي كانت رقم واحد رقم قصدي رقم اتنين في الديب، رقم اتنين في الديب ماسلز اللي احنا بنتكلم في الباك اوف فور ارم، فالباك في سوبرفيشال وفي ديب، الديب قلت لكم اصبروا وهبدا اصبروا اللي هي السوباينيتور، اهي اهي السوباينيتور. ثواني نجيب المنظر كامل، ادي اهي كده دي السوباينيتور، تعالوا نقولهم كلهم ونشوف راحوا فين.
اول واحده في السوبرفيشال بي بريكيوراديالس اهي، قالوا ما بتعملش حاجه اهي، يعني هي بتعمل قصدي بس يعني ملهاش، ما تتحطش ضمن قاعده لان هي لوحدها حاجه شاذه كده، يبقى دي البريكيوراديالس. بعدها قلنا مين؟ كاربي رادياليس لونجس على مستوى الكاربي واكستنسور، اكيد هتعمل ريست اكستنسور حلو قوي. وبعدين قلنا كاربي رادياليس بريفز، طيب رقم 4 قلنا الديجيتورم، رقم 5 قلنا اكستنسور ديجيتي مينيمي، رقم 6 قلنا الالناريز، 7 قلنا اهي من تحت اهي شايفينها الانكونيوس. طيب بعدين نروح للديب، الديب اول حاجه بقول لكم اصبروا سوباينيتور، هبدا ابدكتور بوليسس لونجس اهي، بتعمل لونج ثامب ابدكشن، لونج ثامب ابدكشن تمام بوليسس لونجس. طيب وبعدين قلنا ايه؟ اصبروا وهبدا، وبعدين قلت هجيب البوليس اكستنسور بوليسس، سواء قصر بريفس كانت الاول في البوليسس، بوليسس وبريفس تمام، اكستنسور بوليسس بريفس وبعدين اكستنسور بوليسس لونجس سواء قصر او طول. طيب يبقى كده بعدين قلنا مين؟ بريفس او لونجس. واخر حاجه بقى كانت هي مين؟ الاكستنسور انديسس، اكستنسور انديسس فينها؟ رقم 5 اهي، لان تبع الديجيتس، تبع الديجيتال اكستنسور. طيب عارفين النيرف اللي بيغذي كل العضلات بتاعت الباك اوف فور ارم سواء سوبرفيشال او ديب؟ الراديال نيرف، كلهم بيتغذوا بمين؟ راديال نيرف. اصل انا بعد ما قلت لكم كم العضلات دي بقى وخلاص كده الحمد لله خلصنا الشولدر وخلصنا الارم وخلصنا الفور ارم، قلت لي احنا بقينا شعاع 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 معلومات شعاع معلومات، راديال نيرف راديال نيرف راديال نيرف، يا اما جاي من المين ترانك يا اما من البوستيريور انتر اوسيس نيرف تمام، بوستيريور انتر اوسيس نيرف ده دي برانش اوف راديال نيرف، يعني كلهم من الاخر من الراديال نيرف، عشان كده الراديال نيرف ده مهم جدا. الراديال نيرف هنا ذكرناه دلوقتي، شوفوا بيغذي كام عضله؟ 12 عضله، 7 سوبرفيشال زائد 5 ديب، فادي 12 عضله زائد مين؟ حاولوا تفتكروا معايا مين كان بيغذيها؟ رابع عضله في الارم كانت بتبقى موجودة بوستيريور، اخر حاجة قلناها في الفيديو اللي عدى الترايسبس، ترايسبس ار بتاع التراي مع الار بتاعت الراديال نيرف، تراي تري تراياد، تراي تري تراياد، فالراديال نيرف كده ذكرناه مع ال 12 مصل دول، كمان ذكرناه مع الترايسبس تمام. كده الحمد لله خلصنا الفور ارم، تعالوا نعلم كده ونشوف ايه يعني اللي احنا خلصنا، احنا خلصنا كده الفيديو يعني الهند والنيرفز اللي هم اكبر نيرفز هنعملهم ان شاء الله في الريكورد الجاي في الفيديو بقى اللي جاي ان شاء الله. طيب الفرونت اوف فور ارم، قلنا الفرونت اوف فور ارم في مجموعه بتكون سوبرفيشال وفي مجموعه بتكون ايه؟ ديب. السوبرفيشال بتقولوا لي بف بف، انتوا اصلا جايين من الفيديو اللي عدى خلاص مش طايقيني بقى من كتر الحاجات اللي بنعلم بيها، فبتقولوا لي بف بف. اول بي كل بي فهي بورنيتور، بتبكوا بورنيتور تيرز، طيب نعمل علامه الصح، بي بورنيتور تيرز. اف فليكسور كاربي رادياليز، فليكسور كاربي رادياليز قلت لي ده احنا تخنا فبنشع معلومات، تخنا كاربي بنشع اللي هو شعاع راديشن جاي من رادياليز، بس هي مش جايه من كده، هي اصلا رادياليز عشان جايه من الراديا تمام. طيب وبعدين قلنا ايه؟ بالماريز لونجس، طيب بالماريز لونجس. وبعدين اف فليكسور ديجيتورم سوبرفيش، كل ما هو رقم 4 في السوبرفيشال اهو، كل ما هو رقم 4 ادي 1 2 3 4، كل ما هو رقم 4 في السوبرفيشال هيكون مين؟ هيكون ديجيتورم، ديجيتورم سواء فليكسور ديجيتورم او اكستنسور ديجيتورم، بس الفليكسور ديجيتورم في منه سوبرفيشيالز وفي منه كمان بروفاندس، لكن هنا اللي هو الاكستنسور ديجيتورم هو واحده بس اكستنسور ديجيتورم حلو. طيب وبعدين هنا اخر اف معانا هنا مين؟ الفليكسور كاربي النارز، فليكسور كاربي النارز علشان ترد على اللي كانت موجودة في رقم 2، الخمسة ترد على الاثنين. طيب بعدين نروح للديب، فانا بقول لكم فلفل برو، انتوا بتقولوا لي بف بف، بقول لكم فلفل برو. اف ال فليكسور بوليسس لونجس، اف ال فليكسور ديجيتورم بروفاندس، برو برونيتور كوادريتا، الساعة ساعة ساعة ديب لابساها من قدام في الفور ارم، ساعة مربعة برونيتور كوادريتس مربعة لابساها في الفرونت اوف فور ارم تمام، ساعة برونيتور كوادريتس لان هي مكان الساعة. طيب وبعدين قلنا الباك اوف فور ارم في سوبرفيشال وفي ديب، السوبرفيشال قلنا 7، فبتقولوا لي يو بقى ايه انت هتخلصي بي نعمل انا نصح عند السبعة، بي بريكيوراديالز، اي اكستنسور كاربي رادياليس لونجس، اي اكستنسور كاربي رادياليس بريفز، وبعدين رقم 4 كل ما هو 4 ديجيتورم، 5 ديجيتي مينيمي، 6 كاربي النارس، 6 كاربي النارس ترد على مين؟ ترد على الاثنين
كاربي رادياليز، صح كده؟ سواء كاربي رادياليز لونجس او كاربي رادياليز بريفز. واخر حاجه معانا هي الانكونيوس. طيب وبعدين رقم خمسة قلنا فيه السوبينيتور اللي هم اول واحده اصبروا سوبينيتور وانا هبدا وبعدين بقول لكم ايه بتاعتي اكستنسور بليسز بريفز اكستنسور بليسز لونجس واكستنسور انديسز. تمام اكستنسور بليسز بريفز ولونجس وانديسز. طيب تعالوا نشوف النيرف ونعمل كده اللون الاخضر. النيرف بالنسبه للفرونت كانوا مين؟ كانوا يو ام، فبتقولوا لي ام بقول لكم اكمل اروح للباك فبتقولوا لي كملي، فكانت الالنر نيرف وده الميديال نيرف. فالالنر نيرف كان بيدي لمين؟ لواحد ونص. واحد اكيد كان بيدي لاخوه هنا اللي هو الفليكسور كاربي النارز، ونص كان بيدي لمين؟ البروفاندس كان الطماعة، الطب طماع دايما عايز من الاثنين. ادي هنا الطب طماع فعايز من الاثنين اللي هو ديجيتورم بروفاندس. حلو، يبقى فليكسور كاربي النيرز وفليكسور ديجيتورم بروفاندس نصها انهي جزء فيها؟ الميديال ولا اللاترال؟ القلنا موجوده فين؟ ميديال، يبقى اكيد الميديال بارت فيها. تمام. طيب اما بقى كل اللي من تحت دول شعاع شعاع شعاع، بعد ما خلصنا ثلاث عناوين كبيره جدا والحمد لله بقينا بنشع معلومات وكده الحمد لله خلصنا.